عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة تشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الموديلات اللي باقي عندنا في المحل ديال التكاشط اللي باقي ما تباعوش. غادي نشاركهم معكم اليوم. غادي نبداو على بركة الله. عندنا هذه أول الشيطة اللي باقا، هذه بالثوب ديال التليجة، بالثوب ديال التليجة مخدومة بزواق المعلم، زواق المعلم ديال الماكينة. يعني اليوم غنحاولو ندوزو التكاشط اللي باقي عندنا كاملين، غندوزوهم في هذا الفيديو هذا. أو كان مثلا إلا عجبك شي تكشيطة غتسكرينيها وتصيفط لنا في واتساب باش نتواصلوا معاك ونرسلوها لك، يعني فين ما كنتي داخل المغرب وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. سواء كنتي في المغرب يعني راك نرسلوها مع الشركة ديال لوكس، وخارج المغرب يعني راك نرسلوها مع الشركة ديال في دي اكس يجيبوها حتى للدار. كما كتشوف الخدمة ديال هاد التكشيطة هادي مخدومة بزواق المعلم ديال الماكينة، ومخدومة بالتعصاب، التعصاب هو هذا اللي فيه اللون، مخدوم بالليد، كيتخدم بالليد. إذا عجبتك التكشيطة هادي غادي تشوف العبار ديالها، إذا كان العبار كيناسبك غاتواصلي معنا في الواتساب، غاتسكرينيها وغاتصيفط لنا في الواتساب وغاتعطينا المعلومات ديالك. بالنسبة للثمن ديال الإرسال، الثمن راه كيبقى على حسب كل دولة والثمن ديالها، حيت كنرسلوها مع هاد الشركة ديال فيدي إكس، يعني في الطيران كتمشي في الطيارة كنعبروها للكيلو، مثلا شحال فيها من كيلو، وغادي نقولك الثمن ديالها. بحال مثلا فرنسا، بحال كيلو تقريبا في التكشيطة تقريبا غتجيك شي 250 درهم حتى ل 300 درهم، ويعني مسألة مضمونة وسريعة، يعني ما كتعطلش، ماشي بحال الباطو، الباطو كتعطل شوية تقريبا شي 15 يوم عاد كتوصل، يعني فيها شوية ديال الريسك. أما هاد فيدي إكس يعني راه طريقة مضمونة، يعني كتوصلك في أقرب وقت. بالنسبة للعبار ديال هاد التكشيطة هادي، راه عندها الفتاحي في الجناب كيما كتشوفو العقاد، والفتاحي مفتوحة. التوب التحتاني راه التوب ديال كريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانة ديال التوب، راه يمكن تلبسي غير قفطان بوحدو التحتاني، إلا بغيتي تلبسي بوحدو راه كتلبسي بوحدو. بالنسبة للعبار ديال التكشيطة غادي ندوزو للعبار. عندنا في الكتاف عندنا 40، عندنا في الطول ديال الكم 61، وعندنا في الصدر 31، عندنا في ليهونش الحوض 32، وعندنا في الطول الكلي 1.60 متر. هذو العبار ديال التكشيطة. يعني نعاودو ركزو مزيان على العبار. الكتاف عندنا 40، الطول الكم عندنا 61، عندنا في الصدر 31، وعندنا في ليهونش الحوض 32، والطول ديال التكشيطة عندنا 1.60 متر توصيل داخل وخارج المغرب. انا ندوز الموديل واحد اخر. عندنا هذه التكشيطة بالتوب ديال المبرة، مبرة كاليتي مزيانة ديال التوب، ارطبة حريرية كما تشوفوا الخدمة ديالها، الخدمة ديالها حتى هي راقية. التكشيطة بالتوب ديال المبرة، المبرة ديالها مطلوقة ورطبة حريرية، مخدومة حتى هي بزواق الماكينة، فيها الطرز أو زواق المعلم ديال الماكينة. كما تشوف الخدمة ديالها جات راقية ورائعة. وفيها حتى هي كذلك التعصاب، التعصاب راه مخدوم بالليد. يعني كاليتي مزيانة ديال التوب. تحتاني راه التوب بيكي حرير، التوب ديالها رطب، تحتاني رطب، التوب فوقاني راه مبرة، مبرة حريرية مطلوقة وطيحة ما تكمش والو. كما تشوف الخدمة ديالها كلها راقية، مخدومة بزواق المعلم ديال الماكينة، ومخدومة هنا بالتعصاب بالليد، يعني مخدومة بالليد. كما تشوف الخدمة ديالها حتى من التحت، نرى الخدمة ديالها زعما حتى من التحت، يعني تكشيطة راقية. الارسال راه كما قلنا داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب او خارج المغرب.
بالنسبة للعبار ديال هاد التكشيطة هادي، هادي عندنا في الكتاف 44، عندنا في الطول ديالكم 61، عندنا في الصدر 33، عندنا في الدورة ديال الحوض ديال الهونش 35، وعندنا في الطول ديال التكشيطة 1.60 متر. كما تشوفوا الخدمة ديالها، نعاود العبار ديالها. بالنسبة للثمن ديال التكشيطة الأولى اللي دوزنا، الثمن ديالها كدير 2000 درهم، هادي كدير 2000 درهم، هادي حتى هي كدير 2000 درهم. العبار ديالها عندنا في الكتاف 44، عندنا في الطول ديالكم 61، عندنا في الصدر 33، عندنا في لي هونش الحوض 35، وعندنا في الطول الكلي 1.60 متر. الثمن ديالها 2000 درهم ارسال داخل وخارج المغرب. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور. ندوزو الموديل الاخر. عندنا هادي حتى هي بالتوب ديال التليجة، التكشيطة هادي بالتوب ديال التليجة، قفطان تحتاني راه مبرة، تحتاني كريب، عفوا كريب، كاليتي مزيانة ديال الكريب، كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانة ديال التوب. كما كتشوفو فيها زواق معلم، النبتة بالعقيق، عندها الفتاحي حتى هي بجناب، والتعصاب اللي راه مخدومة بالتعصاب بالليد. هادي حتى هي الثمن ديالها كدير 2000 درهم. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. محل عندنا راه كاين في سيدي بنور دكالة. هادي حتى هي اللي بغيت تلبسي غير القفطان التحتاني بوحدو، راه تلبسيه بوحدو، يعني راه منبت هو بالعقيق، مخدوم بزواق المعلم ديال الماكينة، ومنبت بالعقيق، العقيق راه ما كيتقشرش، كاليتي مزيانة، يعني كنخدمو العقيق الزمرد، يعني ما كيتقشرش. ومنبتة بالليد. بالنسبة للعبار ديال هاد التكشيطة هادي، هادي عندنا في كتاف 37، عندنا في الطول كم 61، عندنا في الصدر 29، عندنا في الحوض 31، وعندنا في الطول 1.60 متر. الإرسال كما قلنا داخل وخارج المغرب، الثمن ديالها كدير 2000 درهم. نعاودو العبار ديالها، عندنا في الكتاف 37، عندنا في الطول كم 61، عندنا في الصدر 29، وعندنا في الحوض 31، وعندنا في الطول 1.60 متر. كما كتشوفو الموديل ديالها راقي ورائع ديال هاد التكشيطة هادي. غندوزو الموديل الآخر، يعني هادو اللي دوزنا دابا راه باقيين مازال عندنا حاليا. عندنا هادي التكشيطة، هادي كانت معاها واحد التكشيطة بحالها في الأبيض، يعني تباعت، بقات هادي كانت في البلونكاسي تباعت، وقع عندنا دابا هاد اللون هذا. كما كتشوفو حتى هي مخدومة بالسفيفة، القفطان التحتاني راه بالتوب ديال الكريب، مخدوم حتى هو بزواق معلم ديال الماكينة، والفوقاني درنا ليه السفيفة والتعصاب. بالنسبة للثمن ديال هادي، هادي كدير 1500 درهم. اللي عجباتك التكشيطة هادي مع الكيلات تواصلي معنا في الواتساب، غاتسكرينيها وتشاهدها في الواتساب من بعد ما تكوني خديتي تأكدتي من العبار. بالنسبة للعبار ديال هاد التكشيطة هادي، عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول كم 62، وعندنا في الصدر 32، وعندنا في الحوض 32، وعندنا في الطول 1.55 متر. الثمن ديالها كدير 1500 درهم. الإرسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنت داخل المغرب او خارج المغرب. نعود العبار ديال التكشيطة، عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 62، عندنا في الصدر 32، وعندنا في الهونش 32، وعندنا في الطول 1.55 متر. الثمن ديالها كدير 1500 درهم. يعني اليوم كان عندنا هذا هو الفيديو ديال اليوم، يعني هذو هما الموديلات اللي بقى عندنا ديال التكاشط
يعني الاخرين يعني كلهم تبعوا. بالنسبه للناس اللي باغات تحط عندنا مثلا تخيط، يعني دابا راه كنشدوا مثلا لشهر 8، يعني الحوايج اللي خدامين فيهم دابا يلاه بدينا تقريبا، يلاه بدينا دابا الحوايج اللي شادين من قبل العيد هما اللي بادين فيهم دابا، يعني تقريبا شهر 7، يعني كله عامر. يعني اللي بغات تحط شي حاجه يعني رانا نوجدوها ان شاء الله في شهر 8، بحال مثلا الاسبوع الاول ديال شهر 8 يعني راه نبداو نوجدوا ان شاء الله بالنسبه للحوايج اللي غادي يتحطوا دابا. اما دابا راه شهر 7 يعني كله عامر، يعني شادين الخدمه يعني قبل العيد. يعني كان اليوم الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع اصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب اللي كيتعم على الفائده على الجميع. الا كنتم باقي ما اشتركوش معنا في القناه اشتركوا معنا في القناه بالضغط على الزر الاسود وفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات اللي كنخدموا للمحل للبيع والموديلات يعني اللي كنخدموا الكليان. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.